مكالمة بس اتفضل. مهمة جدا، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. طبعا طبعا، كابتن حسين برحب بيك ومبروك النهارده تأهل نادي الزمالك والفوز على نادي الإسماعيلي. يعني انا ببارك لكل جماهير نادي الزمالك الزملكاويه المحترمين، يعني كلنا مبسوطين بلعبتنا والحمد لله رب العالمين. قدموا مباراه جيده جدا وكانوا رجاله، ومن اخر الشوط الاول واحنا بنلعب 10 وقدروا يحافظوا على المكسب. بصراحه ماتش جميل، بس المشكله بقى ان انا مش هقدر اعصابي تستحمل كل ماتش كده بصراحه. لا، ما طبيعي الزملكاويه كده، المفروض ان حياه حضرتك ما مقضيها كده مع الزمالك يعني. طيب كابتن حسين، يعني الزمالك ادى طبعا مباراه طيبه خاصه في الشوط الاول، لكن يعني رد الفعل الخاص باشرف بن شرقي وبكارتيرون، وفي انباء عن ان كارتيرون كمان ما اكتفاش باللي عمله في الملعب، بل دخل في اوضه اللبس ويمكن حصل مشاده مع امين عمر حكم المباراه. لا يعني بعد اذنك يا كابتن اسلام، خليني اقول ان احنا بعد المباراه مباشره نزلنا غرفه ملابس اللاعبين عشان نبارك لهم، وكان مستر كارتيرون موجود. انا ما شفتش ولا مشاده ولا اي شيء. انا يعني عقبال لما نزلنا لهم كان مثلا 10 دقائق بعد المباراة، ما شفتش ولا في أي خناقة ولا حاجة، بس أنا دخلت غرفة ملابس اللاعبين. وأحب برضه أقول لك كخبر، إحنا دخلنا غرفة اللاعبين يعني قلنا لهم ألف مبروك على الفوز، وأنتوا رجالة وأثبتوا إنكم رجالة. والنهارده برضه أنا بحب أزف لكم خبر يا لاعبتنا العظام، إن إحنا قدرنا الحمد لله في 5 أيام زي ما كنا وعدينكم في خلال 2 أو 3 من دخولنا النادي، ان احنا في 5 ايام ان شاء الله رب العالمين. احنا قلنا مش هنتكلم غير اما يبقى حصل، فحصل خلاص النهارده، ان احنا يوم الاحد والاثنين الفلوس جزء من مستحقاتكم هتبقى موجوده، فيبقى احنا سبقنا نفسنا بتقريبا 15 يوم، لان احنا كنا فتره اللي قلنا لهم هنقدر ندفع لكم جزء من مستحقاتكم من 2 لـ3. انا اكدت لهم النهارده واللعيبه كلها يعني انبسطت جدا، وقلنا لهم هو ده جزء من المستحقات، انما ادونا 2 كمان نقول لكم بقيه المستحقات هتيجي ازاي. اذا هيتم جزء من صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الاسبوع الجاي يوم الاحد او الاثنين. لا مش خلال ولا حسب، بس انت عارف حضرتك التحويل بياخد من 2 لـ3 بالظبط، دي مش بتاعتي انا، انما عشان كده بقول انا صرحت ليه؟ لان الفلوس اوريدي تم ده يعني ايه؟ عقبال ما توصل للحساب بتاخد يا 2 يا 3، وفي جمعه وسبت البنوك قافله، يبقى يا حد يا 2 ان شاء الله. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه عايز اقولها لك، ان مش الكوره فقط، لا نفس اسوه بالكوره برضه الباسكت والفولي والهاند بول، لان احنا يعني طبعا الجماهيريه في الكوره شيء، انما جميع لاعبين نادي الزمالك في جميع اللعبات المستحقات بتاعتهم متاخره، برضه في برسنتج منهم هيروح لهم، بحيث ان احنا على طول يبقى احنا مع لعبتنا. ثالث حاجه عايز اقولها لك برضه، ان النهارده يعني برضه وصلت للوكيل الكابتن فرجاني ساسي، قلت له احنا اوريدي حطينا المتاخرات بتاعت الكابتن فرجاني فاسي في حسابه، وبكره لو سمحت تعال لنا عشان تقعد معانا تجدد معانا العقد، اذا كان الشروط اللي مطلوبه توائم نادي الزمالك، واذا كان ما فيش مغالاه احنا معانا الفلوس اللي اقدر اجدد بيها الفرجاني فاسي. فانا برضو بطمئن جماهير نادي الزمالك، لو الكابتن فرجاني فاسي لم يمضي في نادي اخر وعايز يكمل في نادي الزمالك وعايز يتشرف في لبس فانيله نادي الزمالك، يشرفنا انه يبقى معانا بدون مغالاه وزي طبيعه اي نادي. فاحنا جاهزين للكابتن فرجاني ساسي، والمتاخرات بتاعته جاهزين له بيها اتحولت، وفي نفس الوقت يعني مستنيين يقول لنا ايه عن طريق الوكيل، لان انا ما بكلمش اللعيبه دايركت بعد اذنك. طيب.
طب ده كلام مهم جدا، يعني انا كنت لسه هسال يا كابتن اسلام، اهو طلعت معاك وقلت لك ثلاث اخبار مره واحده. لا يعني ده شرف لينا، اولا وجود حضرتك معانا ده شرف لينا بدون اي اخبار، لكن كمان يعني معاك يا اسلام بعد اذنك. اتفضل. مين معاك بعد اذنك؟ كابتن عصام مرعي والكابتن نادر السيد. اهلا بالكابتن كبار كابتن عصام وكابتن نادر، ازيكم واخباركم ايه؟ بالتوفيق يا كابتن حسين وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. موفقين يا كابتن ان شاء الله. كابتن حسين، يعني برضو الجلسه اللي هتكون مع وكيل فرجاني ساسي دي ممكن تبقى الاسبوع الجاي ولا لسه ما تحددتش؟ لا يعني انا عندي استعداد تبقى بكره. اه يعني ما فيش استعداد تبقى بكره. يعني الكرة في ملعب فرجاني ساسي دلوقتي. الكرة بعد إذن حضرتك أنا بس في ملعب فرجاني ساسي. أنا عايز الوكيل يجي لنا بكرة، وأديني بقول على الهوا أنا عايز الوكيل يجي لي بكرة. أنا جاهز ماديا جاهز، مجلس بس خلي بال حضرتك أنا بتكلم نيابة عن مجلس إدارة بالكامل، مش هنحسبنا بيه. نحن نمثل نادي الزمالك كمجلس إدارة. مجلس الإدارة بالكامل عنده استعداد بكرة، مع إن بكرة الجمعة وأنا عارف كويس بقول إيه، هنقعد كلنا مع الجهاز الفني اللي هو صاحب القرار، انما احنا اصحاب القرار في الناحيه الماليه فقط. طيب فيما يخص المستحقات المتاخره لاشرف بن شرقي، نفسه زي بقيه لعيبه بعد اذنك كابتن سام، يعني بدون التفاصيل زي ما بقول لحضرتك كده، جميع لاعبي كره القدم وكره السله والطايره والهاندبول كلهم هياخدوا جزء من مستحقاتهم، وما ينساش الناس كلها. واحنا لما دخلنا لعيبه الكوره بصراحه كلهم يعني كانوا فرحانين، لان احنا بقى لنا خمس ايام فقط يا جماعه، احنا مش معانا عصر سحريه بقى، يعني احنا اشتغلنا. وزي ما كنت بقول برضه يا كابتن سام، احنا يعني قعدنا ثلاث اسابيع المجموعه كلها قعدت ركزت ثلاث اسابيع، فعشان كده قدرنا نحل جزء من المشكله في خمس ايام. انما يعني مش بعصايه سحريه، انما الحمد لله رب العالمين جزء كويس كمان من المصحف بدون تفاصيل ماليه. كابتن